صباح الخير استاذ رامي. صباح النور استاذ نانسي، لك ولضيفك. اهلا وسهلا فيك. يعني اليوم كل الانظار على حزب التقدم الاشتراكي، على النائب وليد جنبلاط، على الخطوه التي قد يقدم عليها النائب وليد جنبلاط بتحويل الحكومة من حكومة أمر واقع إلى حكومة أكترية. يعني البعض يقول اليوم أنه ما هيدي ما اسمها حكومة أمر واقع، اسمها حكومة أكترية نيابية، وشوفوا شو بده يعمل النائب وليد جنبلاط. شو أجواءكم؟ أنا رأيي أهم من يعني الاختلاف على التسميات، شو ممكن تكون تسمية الحكومة، الأهم هو أنه نروح على اتفاق على يعني إخراج بلد من مأزق. وخليني أقول أنه حملة التهويل الإعلامي والسياسي يلي تمارست علينا باخر 48 ساعة او اخر 3 ايام، صحيح نحن ما راح نرد عليها، بس بفتكر وشي الاسلوب الامثل يعني للنقاش، لا بتأليف حكومة بالبلد ولا بكافية اخراج البلد من مأزق. اذا حطينا هيدي النقطة على جنب، يعني اللي هي ما بفتكر هي يعني السبب يلي ممكن يخلينا يعني نرتكز عليه باتخاذ قراراتنا، ما بفتكر هي يعني الضغوطات السياسية والإعلامية هي اللي رح تأثر على موقفنا. الحرص على مصلحة البلد هو اللي بأسسنا. رح نشوف، نحن رح نستكمل المشاورات، في بعض الأفكار يلي يعني رح يحملها الوزير أبو ثعور اليوم للمرجعيات المختصة للنقاش بكيفية الخروج من هاي الأزمة. وبفتكر تفضلت قبل شوي إذا ماني غلطان حضرتك وحكيتي كمان عن بعض الضمانات يلي الرئيس المكلف مقدمهم، اللي هن الاستقالة في حال يعني خروج استقالة وزراء الشيعة، الشيعة أو غير الشيعة لأسباب ميثاقية، يعني هذه تؤكد بفكر حرص معين لإله. في صيغة كان سبق ما تم تداولها اللي هي الثلاث ثمانات، اللي هي بفكر تشير يعني تؤمن حسن التمثيل لجميع الأطراف وتحول دون الغرق في لعبة التعطيل والأوزان المتورمة مثل ما كان يحصل عن تأليف كل حكومة. ففي العديد من الافكار، بس المهم نطلع من بس هل يعود اليوم النائب وليد جنبلاط او هل عاد من السعوديه ومعه صيغه جديده؟ يقال انكم رح تقدموا صيغه جديده غير المتداول بها، مزبوط هذا الكلام؟ لا، نحن مش وظيفتنا نقدم صيغه، نحن عم نتشاور مع رئيس الجمهوريه مع رئيس المكلف وسنكمل هذه المشاورات. بفتكر يعني الجهه المختصه بتقديم صيغ هي الرئيس المكلف مش نحن، ولكن نحن سنضع وجهة نظرنا يعني بتصرف كل القوى السياسية وسنرى إلى أين ستؤول. هل ممكن تجربة شبيهة بالقمصان السود أن تعود وتثني النائب وليد جنبلاط عن اي خطوه؟ يعني اليوم عم تسمع استاذ رامي بالتلويح بالتهديد، يعني البعض يقول انه نحن بعدنا بشهر ايار وذكرى ايار منا كثير بعيده، عم ينحكى والكل عم بحمل المسؤوليه للنائب وليد جنبلاط انه لا تخطئ وتقلب الاكثريه مجددا. شو بتقولوا بهذا يعني الكلام؟ مثل ما سبق وقلت، رغم يعني انه احنا اخذنا قرار انه لم نرد يعني على هالحملات التهويل الاعلامي مثل ما وصفناها، ما بفتكر يعني تجربه 7 ايار هي تجربه مشرفه لاعاده استذكارها، وبفتكر انه هذا المنطق يعني التسويسي بدنا نطلع منه بالتعاطي مع بعضنا كلبنانيين، طالما التجارب علمتنا انه ما حدا بيقدر يرضي حدا لا ب7 ايار ولا ب7 ايار. فخلينا نرجع مثل ما بيقولوا لقواعدنا السلمين، بعض التروي والعقلانيه ويعني الهدوء ممكن من خلاله يعني التوصل الى مخارج. منا اول مره نالف حكومه بالبلد وما راح تكون اخر مره، خلينا يعني نفتح مجال لمزيد من التشاور، وبعض التواضع من قبل كل القوى السياسيه كفيل بانه نوصل الى حل بهذا الموضوع. استاذ رامي، عم تحكي بالعوده الى القواعد سالمين، هل بسوريا الصوره التي جمعت الرئيس عبد الحريري والنائب وليد جنبلاط بالامس فيها انه عاد الى قواعد 14 اذار سالما النائب وليد جنبلاط؟ هل سيعود ليشكل حكومه اكثريه مع 14 اذار؟ نحن اليوم وضحنا عدة مرات، نحن في موقعنا اللي سمي وسطي نسعى لرأب الصدع بين الفريقين بأقل قدر ممكن من الخسائر، وبفتكر الخيارات اللي اتخذت بهالمجال ساهمت إلى حد بعيد بحماية الاستقرار بالبلد. هلا بالموضوع الملف الحكومي مثل ما حكيت معك قبل شوي بوضوح، خلينا نشوف وين يعني بتروح الاتصالات
بهذه الفترة اليومين ثلاثة اللي جايين ويبنى على الشيء الطبيعي. أخيرا أستاذ رامي، الرئيس نبيه بري قال إذا كان الهدف الذهاب إلى تأليف حكومة أمر واقع لما ذهب النائب وليد جنبلاط إلى السعودية، تؤيدون هذا الاستنتاج؟ يعني خلينا نرجع مع التحية للرئيس بري، رغم أنه ما بعرف ليش تلقف امبارح بيان اللي صدر عن الوزير أبو سعود بكثير من الاستياء مثل ما مسرب إلى النهار الصحف اليوم، بس انه بنهايه المطاف سيكون تشاور ايضا مع الرئيس بري ومع الاطراف كلها سوا نشوف شو المخرج الافضل بهذا الموضوع، وخلينا يعني نجرب يعني ننتج صياغ ممكنه اذا توفرت النوايا الطيبه عند الكل. مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، شكرا جزيلا لك.